مشاهدينا الاعزاء اهلا بيكم من جديد، وما زلنا بنستكمل حلقتنا النهارده. والحقيقه فقرتنا الثانيه والحواريه والاخيره اللي هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، الاب والام. الام يعني حنان وعطف وحنيه، اب يعني سند وظهري وكل حاجه ليا في الدنيا دي. ازاي بعد فتره كبيره جدا من التربيه والمجهود والعطاء فجاه يلاقي نفسه لوحده، فجأة يلاقي نفسه عايش في بيئة غريبة عنه، ناس حواليه غراب، فجأة اتحط في دار مسنين، من أسرة ودفى وربى وتعب وشقي وعمل حاجات كتيرة جدا عشان في النهاية يبقى لوحده، عشان في النهاية محدش يشيله في مرضه، محدش يمسح دموعه، محدش يشيل آلامه. ليه بيحصل ده عندنا؟ شفنا كتير جدا من القصص دي، وشفنا قد إيه دور المسنين عندنا مكتظة بالأعداد الكبيرة دي. وبنروح ونشوف وبننظر ومش لاقيين سبب الحقيقي، مهما كانت يعني المبررات مفيش مبرر يقول انه اب او ام او جده او جد يترمي في دار مسنين. ما يلاقيش حد يعامله كويس، سوء المعامله تجاههم، ان انا اعاقه في نهايه خدمته في الدنيا، في نهايه عمره في الدنيا اللي هي المرحله اللي محتاجني فيها تجاهه. انا فين من هنا؟ مش هقدر اقول غير انه كما تدين تدان. الابن الصغير الطفل اللي بيشوف ابوه بيعمل كده في النهايه فهو يعمل فيك كده، في النهايه هتلاقي نفسك مكانه، هتلاقي نفسك مكانه. البنت اللي بتبرر لنفسها مبررات كتيره جدا، انت في يوم من الايام هتبقي مكانه، وهتبقي في سنه، وهتبقي في شكله. ليه تعملوا كده؟ ده النهارده السؤال اللي بنساله. كمان بنسال اسئله كتيره جدا خاصه بقى بالمسنين دولت، الطاقات الجميله اللي عندنا اللي موجوده ليه ما نفعلهاش؟ حقيقه بعد ما بيخلصوا فتره عمريه كبيره جدا من حياتهم من مجهود وعطاء وطاقات، بيلاقوا نفسهم في النهايه بلا دور، محتاجين نفعل الطاقات دي. حقيقه لو جينا شغلناهم ودعمناهم وحطيناهم في اماكن هنلاقي ان دورهم اقوى كتير جدا من ممكن يكون شباب صغير مش قادر يعمل نص اللي هم عندهم من خبراتهم السابقه وحاجات كتيره جدا. عايزين النهارده نسال اسئله كتيره جدا خاصه عن المسنين اللي الحقيقه رحله كبيره من العطاء والحب والعطف والحنان. محتاجين النهارده نسال اسئله كتيره جدا عنهم وتفاصيل اكتر مع ضيفتي العديده اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو، الدكتوره حنان رشدي الجندي، استشاري موارد بشريه وعلاقات اسريه. اسمحوا لي ارحب بيك دكتوره حنان. اهلا دكتوره حنان، ضيفه عزيزه على قناه مصر الزراعيه. اهلا بيك. لابتسامتك الجميله هناخد نفس كبير ونقول عميق. ايه اخبار ايه؟ ايوه نفس عميق، ونقول ايه اخبار مسنين عندنا في مصر؟ انا يؤسفني اقول ان كلمه مسنين انا مش بشوفها غير في مصر، وهو ما فيش حاجه اسمها مسنين. جميل. لاني بس انا هبتدي بنقطه صغيره جدا، انا اسال حياتك عندك كام سنه؟ يعني السؤال ده محرج جدا. شفت بقى، بس عندك كام سنه؟ يعني 40 سنه تقريبا. تقريبا. طب حضرتك انا اسفه حياتك غير صادق، انت ما عندكش 40 سنه. ليه؟ لان انت ما عندكش 40، انت ضيعت 40. ضيعت 40. انت عندك كام؟ انا حاير. انت عندك كام؟ صحيح. تعرف عندك كام؟ صحيح. تعرف اللي جاي كام؟ كان في حد حسب الحسبه دي زمان فراح قال يعني انت فلان عندك كام سنه؟ فقال يعني رحت دوله فلقيت القبور مكتوب عليها كده عاش 7 سنين، عاش 3 ايام، عاش 4 شهور، فقال الناس دي يعني ماتت، لحقت اتولدت وماتت، فقال انا حسبت عدد الايام السعيده اللي عطيتها في حياتي فكتبتهم على القبر. كان ده البروتوكول في الدوله. أهم دي اهم من الايام السعيده ان انا مش عارف انا باقي من عمري قد ايه. صحيح. لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. مزبوط. ودي ميزه ربنا اداها لنا على فكره، لان تخيل لو انت ما عندكش الميزه دي وكل واحد فينا عارف نهايه عمره، دي كارثيه. صحيح. فكويس قوي ان ولا انا ولا حضرتك ولا الاستاذه نعرف نهايه عمرنا، فبما اني ما نعرفش فما فيش حاجه اسمها مسن، لان قد يكون الشاب اللي عمره 20 سنه مسنة. ينتهي عمره بعد ايام. صحيح. والمسن اللي عمره 60 او 70 قد يكون له في الحياه ايضا 10 و20 سنه قادمه. فليه ينهي عمر بايده يحط نفسه على الرف، او احنا نحطه على الرف وهو اوريدي مش عارف هيعيش قد ايه. صحيح. الله الله عليك. فانا ما فيش حاجه عندي اسمها مسن، طول ما ربنا اداني يوم للعمل، يوم للحياه، انا بتنفس ما زلت فانا عايش. صحيح. ما عنديش حاجه اسمها ان انا العمر بينتهي. العمر ايه؟ لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم المرحله العمريه بتاعت كبار السن بارذل العمر. صحيح. ولكن عند تفسير كلمه ارذل العمر من ابن جرير ومن بعض العلماء الدين المفقهين، بعضهم فسروا ب 75 سنه والبعض فسروا ب 95 سنه. يعني هي ليس لها تفسير حتى علمي. مظبوط. ما القصد بأرذل العمر؟ هل هو سنة؟ كم سنة؟ احنا ما نعرفش. الله عليك الله عليك. نقدر نوصف رحلة من العطاء والتضحية والحب والحنان والأمان وحاجات كتيرة جدا، معاني ملهاش نهاية بيقدمها الأب والأم لولادهم.
وفي النهايه بيلاقي نفسهم لوحديهم في دار من دور المسنين. توصفي ده بايه او تقولي عليه ايه؟ بصي انا في شقين للموضوع علشان ما ناخدهوش بالمحمل العاطفي البحت. انا عايزه اقول لك اني انا عن نفسي كتجربه شخصيه انا استحاله اقدم على هذا الامر. ان انا امي او ابي بعد طول هذه الفتره من العناء والشقاء والتعب في تربيتي انا واخواتي ان انا في يوم من الايام ان انا افصلهم عن حضني وافصلهم عن اسرتنا واضعهم في مكان منفرد او منفصل. ولكن انا قابلت ناس من كبار السن هم نفسهم بيبقوا نفسهم او عايزين يقعدوا في الاماكن دي. مش كلهم على فكره بيبقى من قبيل الابن او الابنه، يعني هم نفسهم لهم رغبه وهم طلبوا ده. ليه بقى؟ هم شافوا انهم في مرحله عمريه بيحتاجوا للحوار والحديث والمشاركه في الانشطه والمشاركه في الحياه، ولكن ابنائهم بيستقطعوا من وقتهم وقت صغير قوي وقد لا يوفي هذا الوقت احتياجات كبار السن، وخصوصا لما يموت احد الازواج. خلي بالك لو الاثنين عايشين الدنيا بتبقى شويه كويسه، لكن لا لو رفيق العمر توفى او انتهت حياته بيجي الطرف الاخر ويحس انه اصبح في الدنيا وحيدا، فبيبقى عايز مجموعه من الناس تحمل نفس مواصفاته العمريه والنفسيه والجسديه، نفس الذكريات نفس التجارب، فعايز ينتمي ليهم، فبيطلب هو بنفسه انه هو يقعد في الدور دي عشان يلاقي ناس في نفس حياته وطريقته ونفسيته. ولكن ما بيتمنعش من ان اولاده يزوروه، يعني في ناس في الدور دي اولادهم بيرعوهم برضو على فكره وبيبقوا كويسين معاهم، عشان ما نغفلش حقوق الدور دي علينا، هي مش كلها حقيقي، وهي ليها دور مهم ايضا في ناحيه لو هو فعلا بقى وحيد لا ليه ابناء لا ليه زوج، يعني في ناس كثيره جدا ربنا ما بيرزقهاش الخلفه او الذريه، فبتلاقي نفسها لا في قرايب ولا في اولاد ولا في اي حاجه، فمن هنا هينشا ليه دور مهم جدا لدور المسنين. خلينا نقول ليه دور المسنين ما يبقاش فيه حلقه وصل بينها وبين الاباء بقى اللي ليهم اولاد او ليهم، يعني تخليهم يجوا يعملوا زيارات يبروهم، يعني فين هنا حلقه الوصل ما بين ده بيحصل حقيقي، وبيحصل في بعض الاحيان حفلات في المناسبات العامه وبتحصل انشطه، وهنا بيحس المسن في الدور دي ان هو له كيان ما زال له، عايزه اقول ايه، في الدنيا له بصمه ما زال، يعني له طلب له احتياج، دي مهمة جدا. ولكن احنا برضو في أسرنا الشرقية والمصرية بالأخص موضوع دور المسنين شوية بيأخذ محمل سيء. أنا عايز أطلع بقى من الجانب يعني العاطفي ده، يعني أنا عايز أطلع من المنطقة العاطفية السوداوية دي خالص كده، وأقول إن في دار المسنين دي حاجة كويسة. أيوة طبعا في حاجات كويسة كتير، دي حاجة كويسة جدا. والعالم يعني بره كله طبيعي إن الإنسان يروح دار المسنين، ده على أساس إن هو رايح فندق كمان، ده رايح يتفسح، ده رايح مكافأة، مكافأة نهاية الخدمة إن رايح يتفسح. في المسنين عندنا إن أنا زي ما بحمل باقي أطراف العائلة كيفية التعامل مع المسن أو كبير السن، أنا بحمل كبير السن تبعية إنه ما يظلش دائما يشعر أنه كبير السن. دي مهمة جدا، لأن كبير السن القلق النفسي بيؤثر عليه تأثير تام، هو بيبقى عنده قلق نفسي من بعض الأشياء أهمها، القلق من الحالة الصحية، يعني خلي بالك أنت ممكن يجيلك صداع وتاخده عادي وبتاخد مسكن، غير كبير السن، كبير السن لما بيجيله صداع بعصبية بياخده بعصبية وبيبرم، يعني عنده برمجة خاطئة ان الصداع قد يؤدي الى مرض مزمن، والمزمن ان هو كبير في السن فبالتالي بيبقى تعبان، هو مش مدرك ان في بعض الشباب سوري في بعض الشباب بيتسندوا صحيح كلام حضرتك في بعض الشباب دلوقتي لما بيطلعوا السلم بينهجوا انا عشان اتكلمت شويه كتير زوري وجعني مش هقول لك انت عندك كام سنه لا عادي انا مش بتكسف على فكره انا جده ما شاء الله انا عندي احفاد ما شاء الله مش باين خالص الحقيقه يعني فانا عايزه اقول ان كبير السن المفروض ما يشعرش بالقلق ده لان القلق الصحي والقلق المالي مش حضرتك شايفه ان هو بلم دماغه راحت في الحته دي معناها ان هو توقف عن الانتاج مين اللي وقفه عن الانتاج مجتمع بالكل ايوه انا عايز الفت النظر لدي انا عايز اقول ان الانسان طول ما هو حي منتج مجرد ما بيتوقف عن الانتاج تبتدي بقى دماغه تروح في كل ما هو سلبي كل انشطته الحيويه بتقف احنا ما بنحسش ان ظهرنا وجعنا وعندنا صداع ورجلنا بتوجعنا الا في اللحظه اللي احنا فاضيين فيها ما بنعملش فيها حاجه انما طول ما احنا شغالين وقاعدين على مكاتبنا او بنقوم باعمالنا مش حاسين بجسمنا ليه دايما احنا مجتمعنا بيوقف الحد عن الانتاج وبالتالي بيخليه يحس بكل السلبيات دي بص ما هو المجتمع مش هيبقى عليه كل حاجه علشان هو اساسا المفروض يشغل
بيشغل الشباب. فانا النهارده علشان اقول له كمان خلي من الكبار السن منتجين هيعمليها صعبه وغير متاحه الان، خلينا ما نتصرفش بتصرف الاحلام عشان نبقى واقعيين وملامسين ارض الواقع. بس ممكن ينتج لو في انشطه ممكن ينتج فيها بسيطه ويدويه او العضليه بتاعتها ما تستخدمش بالكم اللي مش مسموح لكبار السن، يا ريت طبعا ده يكون موجود. ولكن كبير السن في حد ذاته، طبعا انا هقول لك مثال، انا هقول لك مثال شخصي بحت. انا والدي ووالدتي ربنا يديهم الصحه والعافيه الاثنين موجودين. والدي طلع معاش ولكنه عمل مشروع خاص بيه من نفس عمله ونفس شغله وقدر ينتج فيه، فهو لا يشعر، الحمد لله رب العالمين ربنا يديله الصحه، لا يشعر بعمره. لا يشعر ان هو ممكن يبقى عنده وهن، حتى لو قاعد طول الليل تعبان بيصحى الصبح عنده حيويه عشان منتج. بالظبط كده، ما زال شغال. ده اللي عايزين نقوله لكل الناس او كل الاب وام بيكبر بيهم العمر والسن ويلاقوا نفسهم فجاه على المعاش وملوش دور، يعني اوجهه بالزبط لفكره بسيطه، لانه برضو الجسد مش اي شيء بسيط. احنا بقى كاولاد ازاي نخليهم منتجين لو هم مش عارفين يعملوا ده لوحدهم؟ ايوه. نساعدهم ازاي بقى؟ نشركهم في حياتنا بقدر الامكان. اه، لان في بعض الابناء بعد ما بيكبروا بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا حد فاصل بينهم وبين ابائهم وامهاتهم، بتبقى الموضوع بالنسبه لهم تقضيه واجب. حتى وان كانوا ملتزمين جدا وبيراعوا ربنا، فهم بيروحوا للاب والام تقضيه واجب. يعني كل حياتهم اصبحت منفصله نهائيا. صحيح. لكن انت لو اشركت الاب والام وطلبت منهم خدمه، على فكره هم بيبقوا في منتهى السعاده لما بتطلب خدمه. بيبقوا في منتهى السعاده لما تحتاج لهم. لانهم بيحسوا ان انت ما زلت بتحتاج لهم، حتى في النصيحه، حتى في النصيحه يجر لك خبراته في كلها. اي شيء، عارفه لو قلتي لوالدتك مثلا انا عايزاكي تعملي لي حاجه في المطبخ عشان اجي اخدها منك لان انا مشغوله وهي عندها الصحه انها تعمل ده، هي مش عايزه اقول لك بتبقى قد ايه سعيده. حقيقي. انها ما زالت بتسدي لك خدمه. حقيقي. ده بعض الابناء يعني بيتخيلوا ان هم يعني عيب لما اقول لماما، بالعكس بقى عيب لما انت اقول لماما يعني خالص لازم اريحه. لو الولد بينزل مثلا، لو الولد بينزل او بيخرج وقادر يخرج، طب ممكن تدفع لي فاتوره كذا؟ فعلا. طب ممكن تساعدني في انك تسال على الاولاد لو كانوا في مدارس مثلا او وات ايفر عشان انا مش فاضي اسال. خلي بالك المشاركه دي بتعمل روح من جو العائله المحترم، وكمان ترفع من معنويات الاب والام. صحيح. الكبار في السن بيحسوا ان هم ما زال ليهم دور، وعلى الرغم انه شيء ابسط من الخيال، لكن الابناء بقى اللي بيترفعوا عن هذا الامر ولا انا عندي استقلاليه، انا اقدر اقوم بحياتي بنفسي، انا ما منعتكش من ده. ولكن بعض الاشياء البسيطه اللي تعد في عداد المجامله لا باس بها. طب ايه راي حضرتك في الابناء، يعني في الابناء النهارده اللي بيقولوا دور تربيه ابنائهم للاجداد والاحفاد، يعني علاقه الحفيد النهارده بالجد، حضرتك شايفه ان العلاقه دي ازاي ممكن تحل مشكله كبير السن؟ لا، انا ضد هذا الامر. ليه بقى انا ممكن يعني في ستات كده بترمي ولادها لا غلط، يعني انا عندي ماما تربي بقى، بس الاحفاد بالنسبه لي هو وقت مستقطع من حياتي لانهم كل حياه ابائهم وامهاتهم. صحيح. ما ينفعش انا اسلبهم الحق ده، حق تربيه اولادهم. انا ربيت اولادي بكيفيتي وطريقتي واسلوبي وسلوكي، فلهم الخيار ان هم يربوا اولادهم بطريقتهم. ما ينفعش انا كجد او جده يعني اسلب هذا الحق للابناء. ولكن هم بالنسبه لي زي ما قلت لك في بدايه الحوار وقت مستقطع. يعني بيجوا عندي ساعه او ساعتين، الحلو الكلام الكويس، الدلع، ما هو الدلع ساعتين مش مشكله في الاسبوع. لكن لما يبقى يومي خلي بالك ان الجد والجده اللي كانوا بيقصوا عليه في ابائهم وفي ابنائهم وبناتهم قمه الدلع مع الاحفاد، قمه الدلع مع الاحفاد، بينسوا كل اسلوب التربيه مع الاحفاد، لان انا عاصرت ده وعارفاه. صحيح. فبالتالي لو انا بقى اتبعت ده مع احفادي يبقى بالتالي انا كده يعني هبوظ تربيتهم. الحياه هو ليه شكلين، ليه شكلين، انه في كتير جدا دلوقتي بقينا نشوف الاب بقى بيعمل ليل نهار والام بقت هي كمان عامله، فمش لاقيه الوقت لاولادها فبتولي ده لمامتها او في والدها. في منتهى الخطوره، فرق الاجيال كبير جدا. هناك جيل وسطي، يعني انا دلوقتي جيل رقم ثلاثه كلفت جيل رقم واحد بتربيته، فانت تخيلي اللي هو الشاسعه في النص، الجاب اللي في النص ده كبير، الجاب في النص كبيره جدا. فده ما ينفعش ابدا، وخصوصا بقى انا في تربيتي قد اكون الوم على الاب والام في بعض الاشياء السلبيه اللي فاتت منهم. طب من المفترض بقى ان انا اعالج ده في تربيه ابنائي وهكذا. ما ينفعش ان انا ارجع نفس الفكره
كاني ما عملناش حاجه، كانه تكرار للتربيه بكل مساوئها ومزاياها في زمن مختلف وبيجري، في زمن مختلف جدا وسريع جدا. اوجههم لحاجات تانية واشغل وقتهم بيها، مش في تربيه الاطفال، مش في تربيه الاطفال، ومش ان انا استغنى عن حقي. ما ينفعش، ودي نصيحه لكل جد وجده، ما ينفعش انك تتخطي حدود علاقة الآباء بأبنائهم، لأن أنت لو الابن الأب والأم عاقبوه أو كافئوه في الحالتين، ما ينفعش أنت تبقي حكم مختلف. نعم، ما ينفعش تتخطي هذا الأمر. يعني لو الابن معاقب، طب لازم يعتذر الأول للأب أو الأم اللي عاقبوه عشان أنت تغفري له. لكن ما ينفعش لا ما تسمعش كلام ماما، تعالى لا ما تضربيهوش، لا ما تكلميهوش، لا ما تحاسبيهوش. انت كده بتعملي مشكله، لان الطفل ذكي جدا. بيقع فيه فعلا الاجداد، ودايما الطفل بيركن على الجنب اللي بيريحه. طبعا الطفل ذكي جدا، فبيجري على الجد والجده. بابا وماما عارف ان هم دول الكبار، ولو حتى عملوا فيهم ايه مش هيقدروا يفتحوا بقهم. فبالتالي دي بيبقى ذكاء من الطفل. يعني في نقطه انا حابه اتكلم عنها، الاهل او الابناء اللي ممكن، يعني احنا بنتكلم عن دور المسنين، دي ليها دور مهم جدا، والحقيقه كلنا شايفينه ولامسينه، ولكن في احيانا ابناء يعني بيغفلوا عن ان خلاص لما كبر يعني والده او والدته خلاص هو بقى مشغول عنه، مش لاقي له وقت، في ظروف كتيره جدا مخلياه ما في، مش عارف يقعد يعني يراعيه، فياخدها بالحجه دي وبالمنظور ده وياخده لدار مسنين، ومن هنا ما بيشوفوش تاني خلاص. يعني الابن او البنت اتنست خلاص، نسيت اهلها ونسيت والدها والدتها اللي سابته في دار المسنين، وكانه خلاص هو ده يعني المكان الافضل ليه، وانا بقى مشغوله في حياتي مع ولادي مع شغلي مع كل حاجه عندي. رايك ايه ده؟ انت حتى لو مش في دار مسنين، حتى لو في بيتهم وانا انشغلت عنهم وما وفرتش وقت كافي لرعاية الأب والأم وللسؤال عنهم، ده شيء في منتهى الخطورة. أهم من كونه في دار مسنين، ده حتى لو في بيته، ده دار مسنين هتبقى مسلية، ده حتى ده دار مسنين خطرعاه، لكن ده حتى لو في بيته ما ينفعش. ده في بيموتوا ما بيتعرفش ان هما بيموتوا، يعني بيبقى في الشقة مثلا اللي فوقيها وماتوا. بصي انا يؤسفني اقول لك حاجة بس مهمة قوي، عشان المواضيع لازم ترجع لأصلها. خلي بالك ان السلوك بتاع البني آدم، اي شخص فينا، 20% من الأمر الواقع، ولكن هناك 80% من ادراكه هدم وتربيته ونشأته انت مش شايفاها بسبب ده، عامله لك ال 20% من السلوك. فلو حاولت ان انا اغير ال 20% من السلوك مش هنجح. انا لازم اغير ال 80% بتوع ادراكي وتربيتي واللي انا مقتنع بيه. فالكلام اللي حضرتك بتقوليه ده في منتهى الخطوره، ومش ناتج من النهارده، بدايه ده له رواسب انا متاكده ادت الى هذا الامر. هل ترسيخ الجانب الديني ليه دور في ده؟ طبعا. من البدايه من عند الطفل وهو منشوء بيشوف معامله الام لجدتها، بيشوف المعامله عامله ازاي، بيترسخ فيه تاني ايه مع مامته. التعليم عن طريق المحاكاه اللي حضرتك شرفتي قلتيه دلوقتي، اللي هو التقليد. الحاجه الثانيه عدم وجود راسخ ديني، ده شيء مهم جدا. لان حتى لو الاب والابن عندهم الاب علاقته مع الابن مش كويسه، فالابن برضو دايما احساسه بالوازع الديني يخليه يقرب من والده. الحاجه الثالثه بقى التربيه والنشأه، يا ترى علاقتهم كانت ايه؟ ما هو ما تقنعنيش ان العلاقه دلوقتي بقت كده. صحيح. لا دي العلاقه من الاول فيها شوائب. ما هو ده السؤال برضو اللي انا عايز اطرحه لحضرتك، ازاي النهارده احمي نفسي انا كاب من غدر الزمن زي ما بيقولوا بقى، وعلاقتي بابنائي في الكبر، اعمل ايه دلوقتي مع ابنائي؟ الروشيت بقى اعمل ايه مع ابنائي النهارده عشان ما يعني ما يعملوش فيا اللي انا مش عايزه يتعمل فيا. يعني فكره برضو الوازع الديني برضو لوحده يعني برضو مش كافي، ما فيش حاجه لوحدها كافيه، هي شويه عوامل كده، شويه خلطه لازم نخلطها كلها في دماغ ابنائنا النهارده عشان نحمي نفسنا احنا كاباء من ده. عقوق الوالدين في عقوق الابناء في المستقبل. بالظبط كده. اول حاجه ومهمه جدا، احنا بنتناسى في جزئيه التربيه الحنيه. الله عليكي، الله عليكي. ماديات بس، ماديات بس. الاب هو مكنه اي تي ام متحركه. ايوه. والام أيوة. هي الاشكيف بتاع البيت اللي بتعاقب. أيوة. وتضرب وتلسع عشان تسلط. انت تبقى كويس ولازم تلتزم، انا بشقى وبابا بيشقى فانت لازم تنجح. بس احنا بينا علاقه عمل على فكره، مش علاقه اسره. الله عليكي، الله يعني عليك. احنا بينا منظومة زي الشركة، أنا اتجوزت بابا، بابا بيصرف وأنا بشتغل بساعده في الصرف، وأنت لازم تنجح عشان تكمل منظومة النجاح. أنت مين بقى؟ أنت روح، أنت بني آدم، أنت حاسس بإيه؟ أنت مكنة. أنت إيه اللي مضايقك؟ إحنا مكن وأنت مكنة. فبقت العلاقة العاطفية في الأسرة كلها مفيش، مهزوزة. فلازم طبيعي لما أكبر لازم يحطوني في ده مسنين من ضمن الحاجة الثانية، علاقة الأب والأم ببعضهم البعض. انت النهارده محسسني ان الام
في نظر الأب بيتكلم أولاده إن عندها قصور في حاجات كتير قوي وقد يؤدي الأمر لمعاملتها بعدم احترام والعكس صحيح. الأب يخرج من هنا الأم تفهمه من الأب ده الحمد لله أنه خرج من البيت. طب أنت بتقولي الحمد لله أنه خرج بالبيت ما هو لما أكبر أطلعه برا البيت. بالظبط. مش هو بيزعلك يا ماما يبقى لازم لما أكبر أهم في كده. صحيح. إحنا اللي بنعمل كده في نفسنا لما نكبر. حنية مع الأولاد، عدم وجود أي شيء يشوب العلاقة بين الأب والأم والأم والأب. علاقة في البيت لازم تكون سوية جدا. الحاجة الثالثة والمهمة قوي إن أنا ما أحطش في أولادي تبعية تحقيق أحلامي. لأن إحنا عندنا ما حققتش حاجة يبقى أنت كسرت بخاطري وكسرت أنا عايزة. طب أنت حقق أنت على فكرة، أنت عايز تطلع دكتور ما تطلع أنت، يعني أنت عايزني أنا أطلع دكتور عشان أحقق لك حلمك. اغلب الاطفال لما بنسالهم ليه بتنجح في المهارات الفلانيه، ليه عايز كذا، ماما عايزاني كذا، ماما اللي ودتني كذا، وبابا اللي خلاني عشان هو نفسه اداه، بابا كان نفسه يطلع دكتور ما عرفش، عايز يطلعنا بالظبط والام نفس الكلام. فاحنا بالنسبه لنا اولادنا، ودي انا قلتها يمكن اكتر من مره قبل كده، احنا بنستخدم اولادنا زي البروش اللي بنتباهى بيه، مش كائن حي. نعم. انا بتباهى باولادي وده شيء منطقي على فكره، انا مش بنفي دوت، بس بتباهى بيهم ولكن حاسه بيهم. بالظبط. هم يعني ايه عشان هم يحسوا بيا. حضرتك شايفه النهارده من كلامك ده نفهم كده ان طبعا احنا والله لن يعني مش قصدنا نشمت في حد ولا نتكلم بشكل سيء في حد، لكن حضرتك شايفه ان في جزء كبير جدا من رواد يعني دور المسنين دلوقتي هم بيدفعوا ثمن اخطائهم. جزء كبير. يعني في جزء كبير، يعني جزء الموضوع كبير. مش كله اولاد وحشين وسيئين وناس ما عندهمش دم رموا اولاد بابا وماما بعد ما تعبوا ورموا. خلينا نقول سنين. حتى لو بيدفعوا ثمن اخطائهم برضه مش مبرر ابدا. لا انا ما يعني الابن اللي يعمل كده او تسوي ليه نفسه او البنت اللي تسوي ليها نفسها تعمل كده مش عشان في النهايه تقول ماما هي اللي يعني كانت يعني ما فيش اي مبرر في الدنيا يخليها تقول ان الخطا في التربيه يخليني اوديها دار مسنين ابدا. بص انا كان جاحد الاب واحد مش بيعاملني مش عارفه ايه الام كانت كذا وكذا ما ينفعش ابدا اوديه دور مسنين. حاجه مهمه قوي انا دلوقتي مثلا في تربيتي لاولادي بتذكر ايام تذمري وانا في سنهم والوالد والوالده كانوا بيعملوا معايا ايه وانا النهارده بعمل نفس الفعل فبقول يا ده قد ايه كانت ماما حاسه بصح وهي بتعمل لي كذا او أيوة. بتامرني بكذا أو أيوة. يعني هو ده صحيح. مثل يعني قائم وده طبيعي مش هتحسي بالامومه الا لما تبقي ام اللي دايما يقولها لنا اما تبقي ام حقيقه والله مش هيحس الاب بالابوه الولد ده مش هيحس بابوه ابوه واللي كان بيعمله عشانه غير لما هو شخصيا يبقى اب جميل. بس في نقطه علشان ما تبقاش احنا بنقلد او بنترك ناحيه العذر ده طيب انت كنت تتمنى بقى بابا يعمل ايه وكان ممكن يعمله بطريقه ايه عشان تعمله مع ابنائك صحيح وانت ام دلوقتي طيب انت حسيتي بامك طب كنت تعتقدي لو عملته بطريقة ايه او بفكرة ايه كان هيبقى افضل البس حذاء الاخرين عشان تقدر تحس باللي هما بيحسوا فانت في مكانهم ابتدي قيم بقى صح عدل من سلوكك انت عشان ما تقعش في نفس الخطأ من باب لن اعيش في الباب جميل جدا طيب يعني النهاردة اذا اتكلمنا في حق المسنين دور الاعلام النهاردة يعني الاعلام انا بصراحه يعني مش رافض فكره ان الاعلام يقعد يعني يطبطب ولازم نعمل كده ونطبطب عليهم لا انا عايز الاعلام يبرز نقطه ثانيه الايجابيات في حياه المسن المسن اولا خبره يعني هو صاحب خبره المسن ثانيا قادر على العمل المسن فيه اعمال كتير جدا ما ينفعش يقوم بيها حد في الدنيا غيره يعني حضرتك شايفه ايه هي الايجابيات اللي المفروض الاعلام يسلط الضوء عليها في حياه المسن عشان ما طلعوش من المكنه بتاعت الحياه ما شيلش الترس ده من المكنه يفضل الترس ده موجود وشغال طيب احنا لو دخلنا على اليوتيوب دلوقتي كل بيسمعونا او بيتفرجوا علينا وكتبوا مسنين تحدوا اعمارهم هنلاقي في طبقه فوق السبعين في جميع الدول العالم اخذوا ميداليات في بعض الالعاب العالميه وقاموا بحاجات خارقة للعادة بعد سن السبعين احنا بقى عندنا في تلفزيوننا او في قنواتنا او في بلاش برامج دراما
في الدراما في المسلسلات والافلام المسن عندنا هو اللي وشه مكرمش وظهره مخي كرسي على العصاية واحنا بنسنده. على فكره ده مش واقع امر خالص، على فكره الحاله المرضيه غير مرتبطه بالسن، احنا فاهمين غلط. حضرتك مش ملاحظه ان برضو المشهد ده بيخلي بعض اللي عندهم 60 سنه و50 سنه يتدلعوا ويخشوا في الطور بتاع المرض ده بدري بدري؟ لا خليني افتكرها دي عشان هقول لك ده سببه ايه. بس افتكرها تمام. ففوق السبعين مش شرط خالص ان وشي يبقى مكرمش وانا ضهري محني وبتسند. فانت لما تصور لي الصوره دي في الدراما المصريه ولما تيجي تقعد مع مسن تقول له خبراتك السابقه، حياتك السابقه، اعمالك السابقه، فين اللحقه؟ صحيح. هو انا على طول عايش في السابق؟ فانت لما تصور لي الجزئيه دي كلها فالمجتمع كله بصمته هتمشي كده. هتمشي ان المسن ده غير منتج، المسن له خبرات بس، وان كانت خبراته تحترم جدا. بل بالعكس، ده بالنسبه لي المسن بخبراته ده بيحط على عمري عمر ما عشتوش ومحسوب لي. جميل. خلينا نقول الى جانب الاعلام، هل ايضا منظمات حقوق الانسان ليها دور في ده؟ اللي دايما تطالب بحقوق، يعني لو جبنا مثال بسيط من ضمن الحقوق اللي دايما يطالبوا هو نزلاء السجون، يعني نزيل في السجن دايما يقول انا عايز ليه حق ولازم يتزار ولازم ولازم وليه وليه. ليه ما يعني منظمات برضه حقوق الانسان تتكلم عن المسنين دولت واتجاهنا يعني في التعاطف وزيارتهم واهتمام بيهم؟ هل دور عشان إيه؟ منظمات ومعها الحته اللي حضرتك قلتيها افتكرها الله يخليك عشان أيوة. من اخر سؤال منظمات حقوق الانسان منظمات كلاميه. فان كان هيقعد عند حد الكلام طب ما احنا بنتكلم. صحيح. هي بتقول لك حق فلان وعلان وفلان، طب عملتي ايه ايجابي؟ ايه خطتك؟ لا هي ظهرت الحاجه على السطح. طب ما احنا بنظهرها على السطح. انا اشجعها في حاله ان لها فعل بالزبط. وليس قول. فان كان يقف عند حد القول خلاص شكرا. السؤال بقى السؤال اللي حضرتك قلت لنا ليه يعني حضرتك بنسندهم فبنلاقي ان حد دلع يعني في اب مثلا هو لسه ما بقاش عنده مش محتاج عصايه بس شاف العصايه وشاف اتنين تلاته بيطبطبوا في المسلسل فقال وليه ايه المشكله بنزل كمان اجيب عصايه وادخل في طور المرض اللي بلاقي فيه الرعايه والحنان من الاولاد. قد يكون الاب والام مش بيدعوا ولكن ليس عندهم اي وسيله لجذب حنيه الابناء والبنات الا باظهار الحاله المرضيه. فهم لما بيظهروا الحاله المرضيه بيحصل هنا ان في حنيه والفه وطبطبه وانا هروح معاكي للدكتور وهقعد معاكي وانت تعبانه فالوقت اطول والحياه اجمل وبقى في وجود ناس حواليهم. حقيقه لان المسنين ما يكفيهمش ابدا فقره واحده، لما عايزين نتكلم عنهم اكتر بشكل كبير اكيد هنفرد لهم ان شاء الله حلقات جايه كلام كتير جدا وتفاصيل اكتر عنهم واهتمامنا نحوهم. بشكرك دكتوره حنان رشدي الجندي استشاري موارد بشريه وايضا علاقات اسريه، بشكرك جزيلا. شكرا واشكرك على اللقاء الممتع ده. ان شاء الله اتمنى ان الحظ يجمعني بحضرتك في لقاءات تانية ونفتح موضوعات اكبر. اعزائنا المشاهدين ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، توصية ووصايا من ربنا سبحانه وتعالى خالق الأكوان وتوصية من كل الرسل وكل الديانات باحترام الأب والأم مهما عملوا. أكيد في بعض الأباء والأمهات بيدفعوا النهاردة ثمن أخطاء في تربيتهم لأولادهم، لكن حتى إذا كان إحنا وصلنا لدرجة من درجات الوعي اللي قدرنا نتخطى به أخطاء أهلنا في تربيتنا يفترض أن إحنا نكون الأفضل والأحسن ودائما نشملهم بالرعاية والحنان. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الجميع على حسن المتابعة، وعايز أشكر زميلتي العزيزة دينا كنت متألقة وضيفتي العزيزة نورتينا يا فندم. أعزائنا المشاهدين بانتهاء هذه الفقرة بتنتهي معها حلقتنا، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من اللون الأخضر، لكم مني ومن طاقم العمل كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.